بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. مستر حامد البيومي يرحب بكم في الوحدة الثانية ودرس جديد من دروس الوحدة. اسمه إيه الدرس النهاردة؟ اسمه التعبيرات الرياضية. الحمد لله خلصنا وحدة الأعداد الطبيعية، والنهاردة داخلين في وحدة جديدة وأول درس فيها. إن شاء الله يقابلنا في الوحدة دي بعض المفاهيم وبعض الجمل اللفظية اللي احنا هنحولها يا أولاد لجملة رياضية، وده أساس درسنا اليوم. هتجيلي جملة مصاغة لفظيا، أنا حولها بالتعبيرات الرياضية مستخدما مين العمليات الأساسية جمع وطرح وضرب وقسمة حسب صياغة المسألة. يعني هندي مثال، مثلا أنا لو معي تفاحة وجاي أقول ضعفهم كام؟ أيوة ضعفهم تفاحتين. طب لو قلت عدد والعدد ده أنا رمز له بالرمز سين، مسمي سين، يبقى ضعفه كام؟ زي ما قلنا تفاحتين نقول عليه 2 سين عشان قده مرتين. طب لو بقول 3 أمثال العدد يعني قده 3 مرات تكتب 3 سين. طب في فرق بينها وبين لما يقول لي ثلث عدد، ثلث عدد يبقى تلت بالحساب، بسط ومقام 1/3 وتكتب 3 سين. فرق بين ضعف و3 أمثال وثلث ونصف وهكذا. يبقى ايه العمليات اللي هنقابلها؟ لما يقول لي مثلا مجموع يبقى استعمل علامة زائد، لما يقول لي مضافا في اضافة في زيادة يبقى علامة زائد، لو قال لي الفرق يبقى علامة ناقص. ايضا انا بلملك كل التعريفات وكل الجمل اللي ممكن تقابلنا في المسائل بتاعت الكتاب المدرسي. هتقابلنا فكرة على محيط المربع، لازم نكون مسترجعين لقانون محيط المربع. مربع عنده 4 أضلاع متساوية، يبقى محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب قانون محيط المستطيل، أيوة طولين وعرضين، يبقى الطول زائد العرض الكل في 2. طب لو سأل على العرض من المحيط نقول قانون العرض مع بعض، العرض بيساوي شرطة كسر المحيط على 2 ناقص الطول. طب لو عايز الطول، المحيط على 2 ناقص العرض. كل ده هنستعمله في المسائل. فين هي؟ يلا نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. معدنا يا ولاد يلا مع الوحدة الثانية والدرس الأول في الوحدة الجديدة، واسمه إيه؟ اسمه التعبيرات الرياضية. هي عبارة عن جمل لفظية وأنا حولها لتعبيرات رياضية بالرموز. عشان كده مثلا بيقول لي في السؤال الأول أكمل بتعبير إيه؟ رمزي، لأنه معتمد على الرموز اللي هي الحروف. أول مسألة بيقول لي عندي عدد اسمه سين، لو أضيف له 6 أضيف، يبقى ده دليل على علامة إيه؟ أيوة علامة الزائد. تعال نكتبها تلاقيها سهلة جدا. ادي العدد سين اضيفه يبقى زائد، وزائد كام؟ زائد 6. يبقى الجملة الاولانية لفظية والجملة التانية رمزية تساويها وتؤكد نفس المعنى. مثال اخر، العدد صاد ماله اذا طرح منه 3؟ يبقى الاول نبدأ بمين؟ بصاد. طرح يبقى علامة ناقص، التلاتة هي كتبت، يبقى صاد ناقص 3. مثال اخر، العدد عين إذا ضرب في 5، أقول له يبقى عين أهو اتضرب في 5 يبقى في 5. طب لها إجابة؟ أيوة، لما أقول 5 تفاحات ببدأ بالرقم وجنبها التفاحة. طب لما أقول عين في 5، قولوا معايا عين في 5 بخمسة عين، يبقى العدد الأول وبعد كده الرمز. طيب واحدة كمان، العدد لام إذا قسم على 3، أدي حرف الإيه؟ اللام قسم يبقى علامة على، وادي الكام يا ولاد؟ وادي التلاتة، يبقى تكتب لام على 3. حولنا الجملة من لفظية إلى رمزية. سؤال آخر في جدول برضو عبارات مكتوبة بالألفاظ وإحنا هنحولها بالرموز. تعال كده، أول مثال، مثال محلول، ضعف العدد سين، ضعف يعني قده مرتين، يعني بضربه في 2، 2 في سين كتبت على طول 2 سين، مضاف يبقى زائد، زائد كام؟ زائد 3، يبقى الجملة 2 سين زائد 3. ده مثال محلول. تعالوا احنا مع بعض نحل من ألف لدال. أول مسألة، ضعف العدد صاد يعني قده مرتين، يبقى 2 صاد، مطروحا يبقى ناقص، مطروحا منه 5 يبقى ناقص 5. اللي بعدها، 3 أمثال العدد عين، 3 أمثال يعني قده 3 مرات، تعالوا نقولها 3 في عين، أيوة ب3 عين، مضاف له 7، مضاف يبقى زائد، وادي 7. شفتوا سهلة وبسيطة ازاي؟ اللي بعدها، نصف العدد سين، نصف يعني بسط ومقام نص، وجنبها السين، مطروحا منه 3 يبقى ناقص 3. اللي بعدها،
ثلث العدد عين، ثلث يعني تلت يعني بسط ومقام واحد على التلاتة، وجنبها حرف العين مضافا له ستة، يبقى زائد ستة. شفتوا سهلة وبسيطة ازاي يا ولاد؟ سؤال آخر، أكمل ما يلي: مع سعيد سين جنيه. يجي ولد يقول في حاجة اسمها سين جنيه، أقول له مبلغ من المال بس هو مخبيه مش راضي يفصح عنه، وأخذ كمان من أبيه 8 جنيه، يبقى هو كان معاه إيه من الأول؟ مع سين. طب ولما أخذ من أبوه 8 جنيه يبقى فلوسه هتزيد، يبقى زائد 8، والمبلغ ده يتكتب جنبه كلمة مين؟ جنيه. يبقى سين زائد 8 جنيه. السين هنا رمز لمبلغ ما. واحدة تانية: مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 3. طبعا كلنا عارفين ان الطول بيبقى اكبر من مين؟ اكبر من العرض. طب الطول اكبر بكام؟ ب 3 سم. وكان الطول اللي احنا بنقول عليه الكبير ده اسمه لام، لام وهو الكبير، يبقى العرض هيتقال ايه؟ سامع ولد بيقول لام زائد 3، قلت له غلط، اذ كان العرض هو الصغير والطول اللي هو لام ساده ده الكبير، يبقى العرض لما يبقى اصغر منه يتكتب ازاي؟ ايوه برافو عليك، لام ناقص 3. شفتوا يا ولاد ازاي؟ لان انا عايز العرض الصغير. خلي بالك من صياغه المساله اللي بعدها: مجموع ما مع مين؟ مجموع ما مع منال ونهال 10 جنيه، هما الاثنين البنتين محوشين كام؟ 10 جنيه. منال لوحدها معاها سين من الجنيهات، يبقى نجيب نهال ازاي؟ اقول له استنى، هو المبلغ الاجمالي كام؟ 10، انقص منه فلوس منال اللي هو سين، يبقى 10 ناقص سين، هما الاتنين 10، اسقص منهم السين بتوع منال يتبقى لك فلوس نهال، يبقى 10 ناقص سين. سؤال اخر: اذا طرحنا 5 من العدد سين يبقى الإجابة كام؟ سامع ولد بيقول أمشي بالترتيب 5 ناقص سين، قلت له غلط. ليه غلط؟ إحنا كنا زمان نقول للولاد في سنة أولى وسنة تانية الكبير اللي بيجي بعد من العدد سين هو الكبير اللي بيتشال ويتطرح منه، يبقى الإجابة الصح مين؟ سين ناقص 5. إذا طرحنا 5 من العدد سين، يبقى سين ناقص 5 عشان هو اللي إجا بعد من، هو اللي بيتطرح منه، هو الأكبر قيمة. اللي بعدها: وفرت سوزان سين من الجنيهات. وزي ما اتفقنا لما يقول لي وفرت سين أو معها سين ده مبلغ من المال، هو ما قاليش عليه، ده صيغة رمزية. مش بس كده، ده أعطاها والدها كمان 10 جنيه، يبقى فلوس البنت دي إيه؟ هتزيد. هي كان معاها إيه من الأول يا مستر؟ سين، وأبوها ادالها 10، يبقى سين زائد كام؟ 10. والولد الشاطر يقفل عليهم قوسين كده ويكتب بعدها كلمة مين؟ جنيه، لأن ده مبلغ من المال. اللي بعدها: ضعف العدد سين يعني قده مرتين، يبقى 2 سين، زي ما قلت تفاحتين برتقانتين، مطروح منه 3 يبقى ناقص 3، كده عبرت رمزيا. نشوف اللي بعدها أجمل منها: عددان الفرق بينهما 7. يقوم الولد يقول فهمت، يعني واحد أكبر من التاني ب7، تمام. وأصغر العددين اسمه صاد، يبقى نيجي عند الصاد ده ونقول له خلي بالك يا صاد، ده الراجل بيقول عليك إن أنت الصغير، طب لما اجيب الاكبر اجيبه ازاي؟ اقول له الاكبر هو نسيت ان الفرق بينهم 7، يقول لي لا ما نسيتش، اقول له الصغير كان اسمه ايه؟ صاد، اقول له يبقى الكبير هو اللي يزيد عليه كام؟ 7، تبقى الاجابه صاد زائد 7. ملهاش تمييز؟ لا ملهاش تمييز، لاني بتكلم على مين؟ على اعداد مش على مبالغ بالجنيهات. سؤال آخر: عبر عن العبارات اللفظية بالعبارات الرمزية. عدد ماله مطروح منه 8، بس يا مستر العدد هنا هو ما جابش اسمه، أقول له يبقى أنت عندك حرية تسميه سين ماشي، تسميه صاد أوكي، تسميه عين أهلا وسهلا اللي تقوله ماشي، وليكن مين؟ سين، مطروح منه يبقى ناقص ودي 8 اللي قال عليها. اللي بعدها: 3 أمثال عدد، 3 أمثال قدوا 3 مرات، تعال ننوع ونخليها 3 صاد، مضاف له 5 يبقى زائد 5. اللي بعدها: نصف عدد، نصف ادي النص بالحساب 1 على 2، عددا نحط مكانه سين، مضاف له 4 يبقى زائد 4، كل دي تدريبات الكتاب المدرسي. اللي بعدها: ثلث عدد مضاف له 7، الثلث يعني ثلث
يعني واحد على التلاتة بسطه مقام ونغير الحروف، خليها عين براحتك. مضاف له سبعة يبقى زائد سبعة. تمام، أسئلة سهلة وبسيطة. اللي بعدها، تعرف تجيب لي محيط المربع اللي طول ضلعه لام؟ اقول له لو انا تخيلت ان انا عندي ايه، عندي رسمة مربع، ده قد ده قد ده قد ده، وكل واحد منهم اسمه ايه، لام، يبقى نقول ايه، لام ولام ولام ولام، تبقى 4 لام. طب التمييز بتاعها ايه؟ اقول له مفيش تمييز، لان عمه ما قاليش هنا سنتي ولا ديسي ولا متر، هو ما حددش، انا كمان ما حددش، حدد امشي وراه. يبقى محيط المربع طول الضلع في 4، 4 في لام ب4 لام. اللي بعدها مهمة جدا جدا وعايزة فهم، مستطيل محيطه 20 سنتي والطول اسمه سين، حذر فذر، تعرف تجيب لي العرض؟ لا ما اعرفش. طب عشان اعرفها تعالوا مع بعض كده نرسم رسمة مين يا شطار؟ رسمة مستطيل صغير، ادي مستطيل، المستطيل ده كله محوش 20 سنتي، ال4 خطوط محوشين 20، الطول لوحده اسمه سين، اقوم اجي عند الخط الطويل واقول لي ده اسمه سين وده كمان اسمه سين، تعرف تجيب لي العرض اللي هو ده او اللي هو ده؟ اقول له لا معرفش. طب ليه معرفش؟ عشان في تكرار، الطول موجود مرتين والعرض مرتين. طب تيجي يا ولاد نمنع التكرار، نشق المستطيل قطريا كده اهو، يبقى معانا طول وعرض والناحية التانية طول وعرض. طب اذا كان المحيط كله كان كام؟ 20، يبقى الطول ده والعرض ده، مش ده النص؟ ايوه نص المحيط، طول وعرض يبقى مقاسهم 10. طب ده وده سوا 10، اتاخد منهم سين، يبقى باقي للعرض كام؟ ايوه برافو عليك، 10 ناقص سين، ونقفل القوس عليهم وما ننساش نكتب مين؟ سنت، اللي هي وحدة القياس اللي هي التمييز. يبقى جبنا نصف المحيط، نص ال20 10، وبعدين قصقصت منها السين، يبقى 10 ناقص سين. المسألة دي معتمدة على الفهم. اللي بعدها، متوازي أضلاع الضلعين المتجاورين، واحد اسمه سين وواحد اسمه صاد، تعرف تجيب لي محيطه كام؟ اقول له تيجي نرسمها عشان نعرفها، دي رسمة مين مثلا؟ ادي رسمة مين يا شطار؟ متوازي اضلاع، وليكن ده سين، هو المتجاورين سين وصاد، ده سين وده صاد، يبقى ده سين وده صاد، تعرف تجيب لي محيطه؟ اقول له محيطه يبقى ال4 اضلاع معا، سين وسين يبقوا كام يا شطار؟ 2 سين، صاد وصاد يبقوا كام؟ 2 صاد، يبقى ده المحيط بتاعه، 2 سين زائد 2 صاد، ده اتكرر مرتين وده اتكرر مرتين. طب في إجابة تانية ممكن نعملها معاملة المستطيل، نقول سين زائد صاد وهما الاتنين اتكرروا مرتين، يبقى كل في 2، الاتنين صح، دي صح ودي صح، بس حط لي واحدة منهم. نمرة دال، عددان مجموعهما 10 وهما الاتنين محوشين 10، طب واحد منهم بيقول انا اسمي سين، يبقى التاني كام؟ ايوه ال10 بتاعتهم هما الاتنين ناقص السين بتاعت واحد منهم، وملهاش تمييز لان ده عدد. طب ينفع مستر ابدل اقول سين ناقص 10؟ غلط، لازم ابدأ بالمجموع اللي يخصهم هما الاتنين، مش اللي يخص شخص واحد. شفت يا ولاد درس التعبيرات الرياضية سهل ازاي؟ جملة لفظية بحولها لجملة رياضية تعتمد على القراءة والفهم الصحيح والدقة في الحل، درس سهل وبسيط واللي جاي ان شاء الله اسهل، واحنا مع بعض. الدرس الثاني هيبقى درس ايه؟ الثابت والمتغير، وبعده المعادلات. خلينا ماشيين درس بدرسه، وان شاء الله اشوفكم على خير في استكمال الوحدة وبقية المنهج بإذن الله.